السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. ينتظر أن يبدأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف زيارة يوم الاثنين إلى العاصمة نواكشوط ضمن جولة ستقوده إلى عدد من البلدان المغربية. ويبحث وزير الخارجية الإيراني مع البلدان المغربية سبل تعزيز العلاقات مع بلاده وكذا التطورات التي تشهدها المنطقة. نظمت لجنة الثقافة والرياضة والترفيه والسياحة تابعة للمجلس الأعلى للشباب ندوة في العاصمة نواكشوط حول موضوع الشباب والقيم في عصر شبكات التواصل الاجتماعي. وشارك في الندوة التي نظمت بالمتحف الوطني عدد من الباحثين والأساتذة الجامعيين إضافة إلى بعض المدونين والناشطين في المجال الثقافي. اعتقلت السلطات الغابونية مرشح الرئاسية السابق رونالد ديزيري أبامينكو بعد بثه شريط فيديو يهدد فيه بقيادة ثورة ضد نظام علي بونغو أوبوندما. وقال رونالد إنه يمنح بونغو مهلة 72 ساعة لمغادرة السلطة، ملوحا بتحويل البلاد إلى رقعة سوداء من خلال تفجير عدد من المباني العمومية بالعاصمة. يمكنكم مشاهدي الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز وبرامج ونشرات القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة السادسة، نشرة إخبارية مفصلة بحول الله. دمتم في أمان الله.